ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نحرص على تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك شهر القرآن، يعني على الأقل أن يختمه المسلم الحد الأدنى ختمة واحدة، هذا الحد الأدنى، وهناك من يختمه عدة ختمات، والآثار عن السلف في ذلك عجيبة. عثمان رضي الله عنه روي عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم ختمة. الإمام الشافعي استفاض في تراجم من ترجم له أنه يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني في اليوم والليلة ختمتين، وكنت أظن أن هذا مبالغا فيه، حتى ذهبت لمقرأة قرآنية فوجدت فيها أناسا يختمون القرآن في اليوم والليلة ختمتين وهم أحياء يرزقون، لأن الماهر بالقرآن يستطيع أن يختم القرآن في قرابة 7 ساعات أو 7 ساعات ونصف، لكن القرآن على لسانه في كل مكان، يقرأ القرآن على لسانه في كل وقت وفي كل مكان. وكذلك أيضا روي عن عدد من السلف أنهم يختمون القرآن في كل يوم ختمة، وبعضهم في كل يومين ختمة. وأما حديث لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، فأولا في سنده مقال، وعلى تقدير ثبوته فكما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه يستثنى من ذلك الأوقات الفاضلة مثل رمضان. وأعرف أناسا أحياء يرزقون، لولا أنهم لا يرغبون التصريح بأسمائهم لذكرت بعضهم، يختمون القرآن في رمضان كل يوم ختمة، كل يوم ختمة. هذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على الإكثار من تلاوة القرآن، وأن تختمه عدة ختمات.